السلام عليكم ورحمة الله. زي ما انتوا شايفين احنا النهاردة مع مطبخ شومة هنعمل مع بعض الكيكة اليومية بطريقة سهلة جدا جدا جدا. شايفين النتيجة؟ نتيجة الكيكة فاتحة عالية جدا، مش هتهبط معايا بعد ما خرجها من الفرن. حاجة مقادير مظبوطة جدا جدا جدا، هتعمليها كمان في الخلاط من غير مضرب، وممكن كمان تضربيها بالمضرب اليدوي على ايدك، هتطلع معاكي مظبوطة وفاتحة وزي الفل، وكل مشاكل الكيكة اللي بتقابليها معاكي ان شاء الله هقولك تحليها ازاي، وكل اسرار هشاشة الكيكة ونعومتها وعلو الكيكة هقولهولك النهاردة. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، عالية جدا وجميلة جدا وهشة وطعمها حلو وكل حاجة مظبوطة وتسويتها مظبوطة. ان شاء الله بأمر الله بعد الفيديو ده هتظبطي الكيكة وهتعمليها على طول وهتبقي مميزة فيها. يلا بينا نشوف الطريقة، ولو لسه ما اشتركتيش في قناتي اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ان شاء الله قناتي بيكم هتكبر، انا بحبكم، تابعوني عشان تشوفوا كل حاجة جديدة. يلا بينا نقول المقادير. اول حاجة انا استخدمت 3 بيضات، ولازم تكون بدرجة حرارة الغرفة، واستخدمت كوباية من الزبادي او ممكن تستبدليها برتقان او لبن، واستخدمت كوباية من السكر الحبيبات ونص كوباية من الزيت وكوبايتين ونص من الدقيق المنقول، واستخدمت دقيق الكيك ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر ومعلقة صغيرة من الخل ورشة من الملح. رشة الملح حطيتها على الدقيق وقلبت كده. الدقيق ده انا نخلته ولسه هنخله تاني. احنا استخدمنا دقيق كيك. هنجيب بقى 3 بيضات، ولازم تكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني لو حطاه في التلاجة طلعيه كده ساعة ساعتين يهدى خالص وبعد كده نبدأ نستخدمه. أنا هنا استخدمت كيسين من الفانيليا، أنا بحب أحط كيسين عشان الطعم يبقى حلو، وحطيت معلقة صغيرة من الخل وكوباية من السكر. كل ده هعمله في الخلاط. يبقى حطينا البيض مع الفانيليا مع السكر والخل وضربتهم لحد ما بقى اللون بقى ابيض كده. هنزل بقى بنص كوباية من الزيت وكوباية من الزبادي. كوباية من الزبادي يعني كوبايتين او علبتين من الزبادي اللي هو الحجم الصغير، ممكن تستبدليه بكوباية من اللبن او كوباية من عصير البرتقال او حتى كوباية من المية لو ما عندكيش، بس المية خليها تبقى دافية شوية لو هتستخدمي الميه. شايفين ضربت كل الحاجات دي في الخلاط وبقى معايا القوام زي ما انتوا شايفين. انا لسه معايا الدقيق ولسه معايا معلقه البيكنج باودر. دي معلقه كبيره، انا بقيس كده بالمعلقه المعياريه او انتي بالمعلقه بتاعه الرز، قيسي كوبايه كده. هبدا اخد الدقيق كده معلقتين معلقتين وابدا انخله، وبالمضرب اليدوي هبدا اضرب زي ما انتوا شايفين، بحط معلقتين معلقتين انخلهم. وانا اصلا كنت نخلة الدقيق من الاول. انك تنخلي الدقيق مرتين وثلاثة ده بيدي هشاشة للكيك. هنا استخدمت دقيق كيك، ده بيدي هشاشة وطراوة للكيك حلوة قوي. لو مش عندك ممكن تستخدمي دقيق جميع الاستخدامات، بس دقيق يكون فاخر ودقيق كويس علشان يديني هشاشة للكيك. مش هينفع دقيق مخبوزات، مش هينفع. خلاص انا هنا هبدا زي ما انتوا شايفين معلقتين معلقتين من الدقيق، وهبدا انخله واضرب بالمضرب اليدوي. اول ما يختفي الدقيق ابدا احط جزء تاني. خدي بالك انا هنا لسه ما حطيتش البيكنج باودر، ودي خطوه مهمه جدا، لسه ما حطيتش البيكنج باودر على الدقيق. انا البيكنج باودر هسيبه لاخر معلقتين من الدقيق، ودي تكه مهمه وحاجه ما حدش هيقولها لك غير هنا، ان انت تحطي اخر معلقه من الدقيق معاها المعلقة بتاعة البيكنج باودر. ده بيحافظ على البيكنج باودر في العجينة ويخليها يعلى معاكي وما يبص خالص معاكي، حتى لو ضربتي بسرعة بالمضرب او بايدك، لو ضربتي بسرعة وخرجتي الهواء مش هيحصل اي مشكلة، لان احنا حشنا اخر معلقتين من الدقيق، حطينا عليهم معلقة البيكنج باودر وقلبنا. في الخطوة دي بقى في اخر معلقتين هبدا اقلب بالراحه جدا علشان ما بوظت البيكنج باودر معايا. شايفين؟ وخطوه بقى مهمه جدا، بجيب ربع كوبايه من الميه السخنه، ميه سخنه مش مغليه، ميه سخنه، وهنزل بيها على خليط الكيك.
زي ما انتوا شايفين في الاخر خالص، بعد ما احط اخر معلقتين من الدقيق مع معلقة البيكنج باودر، بحط ربع كوباية من المية، ربع كوباية من المية. خلاص القوام زي ما انتوا شايفين بتاع الكيك، لازم كده يبقى نازل معايا زي الشريط. هجيب بقى القالب اللي هعمل فيه وادهنه زيت واحط عليه معلقة من الدقيق وبطنه كده زي ما انتوا شايفين. الحركة دي بعملها علشان الكيك ما يلزقش في القالب. انت ممكن تستخدمي قالب ألمونيوم بيبقى حلو قوي برضو مع الكيك ده، جرانيت برضو حلو. انا عايزة اوريكم الخليط شكله عامل ازاي. شايفين نازل معايا شريط كده، لا هو سايل ولا تقيل قوي، نازل شريط. هو ده خليط الكيك المظبوط، ان هو تقلبي كده وترفعيه بالمعلقة تلاقيه نازل شريط معاكي، وتيجي مثلا تشكلي بيه شكل يتشكل معاكي. هو ده خليط الكيك المظبوط. انا صبيته في القالب وسبت اخر كده معلقتين من خليط الكيك، هزود عليهم معلقة من الكاكاو الخام، ولازم انخله، لازم انخله، هنخله كده على الخليط وهقلبه. لقيت بقى الخليط تقل معايا، هزود برضو معلقة من المية الدافية، معلقة من المية الدافية مع معلقة الكاكاو عشان اعمل خليط من الكاكاو. شايفين وانا بقلب كده لقيت الخليط تقل معايا، حطيت معلقة من المية الدافية وقلبت. لحد ما اتظبط القوام معايا، هبدأ بقى خليط الكاكاو ده هنزله كده من فوق. زي ما انتوا شايفين الخليط نازل معايا شريط، شايفين؟ يبقى ده هو قوام خليط الكيك المظبوط. حاجة مهمة جدا برضو، بعد بقى ما فضي بقية الخليط في الصينية، علشان الكيك يطلع معاكي عالي، ما تعمليش الكيك في صينية واسعة قوي وبعد كده عايزاه يعلى معاكي، لأ احنا مش بنعمل سحر. الخليط لازم يبقى حوالي 3/4 الصينية، يعني 3/4 الصينية كده هيعلى معاكي وهيبقى زي الفل. الخليط الكيك لازم يبقى 3/4 الصينية، ان انت تختاري مقاس الصينية مع الخليط اللي عندك ده مهم جدا جدا. ولازم كمان بعد ما تحطي الخليط تخبطي الصينية خبطتين كده زي ما انا عملت. التسوية برضو مهمة جدا جدا، انا حطيت على درجة حرارة 200 لمدة 10 دقايق، وبعد كده هديت النار لدرجة حرارة 160. درجة حرارة 160 قعدت نص ساعة، يبقى اول ما حطيتها حطيت حوالي 5 دقايق او 10 دقايق على درجة حرارة من 180 ل 200، وبعد كده خليتها على 150 او 160 لمدة نص ساعة. وبعد كده شفتها بالخلة لقيتها استوت بعد النص ساعة معدت، هسيبها بقى في الفرن، هطفي الفرن واسيبها في الفرن وافتحه زي ما انتوا شايفين، افتحه واسيبها لحد ما الفرن يهدى وهي تهدى خالص، وبعد كده هطلعها. مش هطلعها غير بعد نص ساعة مثلا، ساعة الا ربع بعد ما الفرن يهدى وهي تهدى. شايفين فضلت زي ما هي عالية، ولا هبطت ولا حصل لها اي حاجة. لو الكيكة مش بتنزل معاكي على طول بالمعلقة السيليكون كده، ابدأي سلكي بالراحة وهتلاقيها اتقلبت معاكي وبقت زي الفل. يبقى التسوية مهمة جدا، اول حاجة هتحطيها في الرف الاوسط على درجة حرارة مثلا 180 او 200 حسب سخونة الفرن بتاعك، وبعد كده 5 دقايق هدي الفرن، وبعد كده كملي على 150 او 160 على درجة حرارة هادية جدا، حوالي نص ساعة. تفتحي الفرن وتقسيها وتشوفي بالخلة، لو لقيتيها خلاص الخلة طلعت مظبوطة واستوت، اطفي بقى الفرن وافتحي باب الفرن وسيبيها تهدى خالص خالص خالص، وبعد كده ابدأي بقى طلعيها واقلبيها وهي هادية خالص، مش هتهبط معاكي وهتفضل معاكي زي الفل. زي ما انتوا شايفين عالية جدا وطلعت فاتحة من جوه وزي الفل، وطلعت جميلة جدا اهي بتتقسم معايا، والكيك فاتح وهش. يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.
انا كده قلت لكم كل حاجة خاصة بالكيك ان شاء الله. لو في اي سؤال اكتبولي في الكومنتات، ولو عجبكم الفيديو يلا اشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. انا قناتي بيكم هتكبر، انا بحبكم، يا رب الفيديو يعجبكم وبألف هنا.